الخير، كنتمنى تكون لاباس عليكم وفي صحة جيدة. اليوم السبت، يلاه فقنا فطرنا درت واحد الدويشة بدلت حويجاتي ودابا غادي نجمع داري ومن بعد غنجمعها. المهم غير اليوم السبت كيكونوا الدراري كنجمع الجمع الخفيف، ما كنخملش السبت الواحد ولا الاربعاء، ما كنخملش الدار، غير الجمع الخفيف، البيوت، الكوزينة، الصالة، نقي الدوش، نقي التواليت. المهم ومن بعد غادي نمشيو نخرجو نتمشاو شي شوية. هذا هو البروغرام ديال اليوم. من بعد العشاء الغدا غادي ندي ولدي الكبير حيت بغا يشوف الطيارات. عندنا واحد المسجد ديال كما سافال لو مسجد الثاني، المسجد سايس، المسجد سايس، المسجد دو لايرونوتيك سايس. كيكونوا فيه الطيارات الصغار اللي وفيه هو المسجد الداخل، زوين بزاف وبعيد. سيد كوميان سي الدنيا روت وي با تقريبا الساعة ديال الطريق. وانتي شوف الطيارات اليوم، هذا مكان يا صديقاتي، بقاو معايا. ودابا غادي نبدا نجمع البيت تاع ولدي الكبير هو الاول. هانتوما شتو القصص ديالو نجمعهم ليه، انا غنصور لكم هاد الجهه ومن بعد نصور لكم الجهه الاخرى. هنا البنات غادي نجمع البيت ديال ولدي. كنت شريت لي هاد لولي كابان هذا ملي كان صغيور، فيه 90 على 200، ولكن واحد الحاجه ما فكرتش فيها، كنت شريتو ليه مزدي مع الارض، حيت كاينين هادو، كاينين اللي عندهم لي تيوار في التحت وكاينين اللي عندهم ناموس نضربه اخرى كتجر من التحت. صافي انا كنت شريت لي هذا، واحد الحاجه اللي خايبه فيه هو ملي كنبغي نصاوبو كيعذبني شويه، ولكن ماشي مشكل الحمد لله. دايره ليه لو تيم ديال الديناصور حيت كيعجبوه، و كيعجبوه المخاد بزاف الناموسيه، داكشي علاش كندير ليه بزاف هادشي، كلشي هو اللي كيعجبوه. صافي انا كنجمع، راه كتعرف الشغل كيما ديما، راه داكشي كديري اليوم كتعاودي غدا، داكشي علاش كنسربي حيت اليوم السبت كنسربي الشغل، ومن بعد كنلبس ليهم حويجاتهم وكنخرجهم باش ما نبقاش نضيع النهار كامل في الشغل. صافي هنا كنوجد ليهم حويجاتهم، حوايج ديال ولدي الكبير شنو غيلبس معاه نخرجو، وكنجمع ليه داك لو كوان ليكتور ديالو اللي كاين في الجهه الاخرى. وهذا مكان انا الشغل ديال الدار، راه كل مره شنو كندير ما كنخليش الشغل يتجمع عليا، مره نمسح الجاج، مره نخوي البلاكارات، كل نهار كندير شي حاجه، ما كنخليش الشغل يتجمع عليا عاد بقى نخمل الدار من واحد النهار نخليه خاص للتخمال. لا، كل مره كندير واحد الحاجه، واحد البيت كنخرج، واحد البيت باش هكا ما كنحش في الشغل. صافي هذا هو الكونيكتور. هاد الشيء هادي غنحيد من هاد الشيء كلشي مازال ان شاء الله، وغنصوب لي واحد بيغو سور ميجور، وغندير ليه هنا لي ديتاجير باش يدير فيهم دوك لي فيغوران ديالو لي فواتور. وهذا مكان يا صديقاتي العزيزات، هنا درت البيت ديال ولدي الصغير وهو كذلك. شريت لي هاد لي بوكس في ايكيا، زوينين ينفعوني بزاف حيت داير لي لي جوي ديالو فيهم، وملي كنجمعهم وكندخلهم البلاكار كيبان لي البيت نقي، وهنا كندير فيهم داكشي الكبير اللي ما كيدخلش ليا في لي بوكس. صافي هنا كنرجع كل حاجه بلاصتها، نحيد الحوايج المستخين نرجعهم لبلاصتهم، نقاد لي كوش بلاصتهم. وهذا مكان، المهم الشغل ديال ديما راكم عارفينه. صافي نطوي الحويجات، بيجاما تاع هي نطويها، ومن بعد هو نلبس حويجاتو باش يكونوا موجودين ملي غنخرجوا. انا جبت سروال تريكو، هذا هو البيت ديالو، شراهم ديما كما قلت لكم كنحلهم باش تنفس لي الدار. صافي ولدي الصغير غادي نبدل ليه كما كيما كتشوفوا، وكنتمنى الفيديو تاعي يعجبكم ويعطيكم الطاقه الايجابيه. انا راه ما غاديش نصور لكم شي حاجه فيها الطاقه السلبيه، الطاقه الايجابيه باش شي حاجه غدير فيك اللي غتخليك نشيطه، وكيفاش نقول لك، ما عرفتش كيفاش نفسر لك. المهم هنا درت لها كريم الوجه والصلاه حتى هي، كنجمع الطبله نرجع كل حاجه لبلاصتها، راه ضروري ضروري من تلاقي شي ما يمكنش تلاقي شي بلاصه نقيه. هادشي راه لعبده منه، داكشي علاش غير بالزربه، ما راه ما كنضيعش وقتي في الميناج بزاف، غير المهم داري نقيه الحمد لله، ولكن كلشي كنصاوبو بالزربه. صافي هنا كنمسح الطبله، مسحت داك البلاطو اللي عندي فيه داك الفاز ودوك لي سيت ديال الطبله. صافي نحيد شي حاجه اللي شتها ماشي بلاصتها، هذيك نرجعها بلاصتها. وهذا مكان الشغل ديال ديما. وصافي صافي هانتوما شفتوا. دابا غادي نمشي ندوز الكوزينه
حتى هي نقيها. عندي هاد لي بلاكار ديال التحت فيهم النوارمات، كنت صوبتهم النوارمات، ولكن المشكله ديالهم كيتوسخوا، كيوليو فيهم دوك الطوابع ديال لي طاش ديال لي دين ولا ديال. واحد النصيحه اللي غنعطيك هو انك تمسحيهم بالبرودوي افيتر، هو الوحيد اللي غينفعك معاهم. ما تمسحيهم بشي برودوي اخر، غير البرودوي افيتر، واحد الشيفون ديال يكون ناشف ونقي تمسحي بهم. عمر دير لهم شيفون فاسك حيت غيخلي لك دوك لي طاش ديال الشيفون، غيخليك دوك لي طاش ديال المسيح. برودوي افيتر مسحيه مزيان وما كيخلي لا طاش لا حتى شي حاجه، كيحيد لي طراس ديال لي دين ديال كلشي، كيخليهم زوينين ونقيين. صافي هذا هو اللي كندير لهم. هاد البرودوي افيتر راه كنديرو لهاد لي بلاكار ديال الكوزينه، وكنديرو حتى حيت ما كيكونوش موسخين، غير بلاصه لي دين والغبره ولا حيت الدراري كيقيمسوهم بزاف كيبقاو فيهم دوك لي طاش ديال لي دين. صافي نمسحهم مزيان. وهاد البرودوي افيتر كنديرو حتى لا سال دو بان، داك البلاكار يعني في لا سال دو بان. الشيء الاخرى ديال الكوزينه في الفوق حتى هو كنمسحو بهذا على برا، ما كي يعني كيخلي كلشي نقي، ما كي ماشي غير حيت ديال الدجاج صافي غنمسحو بها الدجاج. صافي هنا دزت كنغسل المعينات حتى هما نقيهم. انا ما كنحملش نخرج ونخلي داري مرونه، خصني ضروري حتى نغسل الدار، حتى نغسل نجمع الدار عاد نخرج، واخا غير نجمعها بالزربه ولكن ما نخرجش الا ما جمعتهاش. صافي هنا كنديروا داك البرودوي، واحد البرودوي زوين كنشري في اكسيون، وهذا راه فيه البلو فيه الغوز وفيه الفير، زوين وكينقي بزاف، وكاين كنديرو في ليفيي كيحيد لي داك النقاطي ديال الماء اللي كيبقاو فيه، الا خليتوهم كيخليو دوك لي طاش. هذا كنديرهم كنمسحو كيتنقى وكيولي زوين. دابا نوريكم كيفاش غيكون من بعد. كندوز عليه شيفون ناشف نقي، شتو باش ما يبقى فيه لا طاش لا حتى شي حاجه. هانتوما شتو كيولا، حيت دوك لي غوت ديال الماء ملي كيبقاو كيخليو الكالكير مع المده، كيخليو كيطلقو الكالكير. صافي هنا لكون كافي، الكافي لا بدا منو صديقاتي. هنا الجهه الاخرى صافي الكوزينه ديالي نقيه الحمد لله، كلشي هو هذاك. المريوات راه تمسحو، ودابا غادي ندوز للبيت ديالي حتى هو نجمعو ونرجع كل حاجه بلاصتها ونقيها. وهذا ما كان الشغل ديال كل نهار، هذا دابا هو الشغل ديال غنديرو اليوم وغنديرو غدا، وملي ما غنمشي ندوز لا سال دو بان، وغادي ندوز غير لاسبيراتور حيت جفاف، جفيت البارح في الليل تا نعست وليداتي عاد جفيت باش اليوم نربح الوقت. صافي راه شتو دابا راه 9 ديال الصباح، هذه صافي شغلي ساليتو، ساليت مع 9 ديال الصباح، 9 ونص صافي غنخرجو. هنا راه كندير كلشي بالزربه زربانه باش نخرج وكيما قلت لكم حسن بقى كل مره ديري شي حاجه، ما تخليش الشغل يتجمع عليك وبقى تقولي لي لا داك النهار غادي ندي الويكاند ديال التخمال. لا لا اختي، الويكاند ماشي ديال التخمال، الويكاند ديال نمشي نخرج مع وليداتي اللي ما عنديش الدراري، نمشي نخرج نشوف الدنيا شنو فيها، اش كاين اش ما كاين ما نخليش انا السبت واحد الشغل ديال الدار. حتى الماكينه ديال الصابون انا كنديرها قبل، كنديرها نهار الخميس، كندير الاثنين والخميس، ما كنخليش الصابون السبت والحد، باش انا السبت والحد ما يبقاش عندي ما زعما يدار. صافي هنا كنرجع كل حاجه لبلاصتها، انا عندي الماء نرجعه لبلاصتو. عندي هذا البلاكار ديال الكولوار كنجمع فيه كلشي ديال النقد ديالي، كنتقدا كنديرها في وسط منه. صافي هذا مكان. هنا عندي ولدي الصغير كيدور حدايا كيلعب. صافي كنرجع كل حاجه لبلاصتها، ودابا غادي ندوز لا سال دو بان تاع هي، كنمسح داك الماريو بداك البرودوي ا فيتر حيت كيكونوا في لي طاش، وداك البرودوي ديال الاكسيون داك البلو كنمسح به الروبيني، وكيبقى ليا كلشي نقي. وما شفتو صافي، ومن بعد غادي نخرجو. ومن بعد الشغل ديال الدار خرجت انا وليداتي نتمشاو، ضربنا شويه ديال البرد، حتى واحد الجو زوين تبارك الله، ما كايناش الشميشه ولكن ما كاينش البرد، حتى الجو كيفكر لي عند البحر تبارك الله. كيتمشاو حتى البحر كيكون الجو مع الصباح والعشاء. هذا ما كان صديقاتي المعيشات معكم واحد شويه كيرتاحوا
لا ماتيني ديالي واحد الجزء صغير هو بزاف وانا نحاول ما نكثرش في معكم بزاف ديال الحوايج اليوم غيكون فيهم بزاف ديال الايجابيات بسيط واللي غيحمسكم نتوما باش تخرجوا الطبيعه بزاف ديال الحوايج كنتمنى تكونوا فيهم كنقول لكم باي باي بيسو بيسو.